ماذا سيفرز هذه الانتخابات؟ ستفرز مجلس بلا أي صلاحية، أي قد لا أحد يستطيع أن يقول، لا أحد يستطيع أن يقول أن هذا المجلس قادر على التشريع، لا أحد يستطيع أن يقول هذا المجلس قادر على محاسبة الحكومة، قادر على إقالة رئيس وزراء، قادر على انتخاب رئيس وزراء. يتخذ النظام الخليفي مما يسميه بالقضاء رافعة أمنية يضرب بها خصومه تحت غطاء القانون، وهذه الرافعة القانونية كانت محط اهتمام كل الدكتاتوريين في العالم سواء في الزمن القديم أو الحديث، وأدل على ذلك محاكمة الشيخ علي سلمان القيادي البارز في المعارضة البحرانية وأمين عام أكبر جمعية سياسية قبل حلها من قبل النظام الحاكم. لم يكن هناك ما يتناسب مع عقلنا وحقوقنا وقضيتنا العادلة. في مايو من العام الماضي وجهت للشيخ علي عدة تهم كيدية، إذ حكمت المحاكم الخليفية على إثرها بأربعة أعوام من الحبس، وكان ذلك في 16 يونيو الماضي بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهم هي ارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بحسب ادعاء القضاء الخليفي، وقد صارت 9 سنوات في الاستئناف ومن ثم أرجعت 4 سنوات في التمييز. هكذا يتلاعب الخليفيون بالقضاء، لكنهم في الوقت نفسه يثبتون عزهم في إدانة خصومهم. ولقد وردت إلى مسامعنا هذه الأيام عن منابر وأصوات محرضة تبث الكراهية وتسيء لحرية التعبير، حتى وصل الأمر إلى التطاول على قوة دفاع البحرين، ومن دون شك فهو أمر من واجبنا عدم السماح به أن يتكرر. وقد تم توقيف الشيخ علي منذ 28 ديسمبر من العام الماضي، وأصدرت عشرات المنظمات الحقوقية بيانات تطالب بإطلاق سراح سلمان لئلا تهمة ثابتة عليه. ووصفت منظمة العفو الدولية في وقت سابق الأمين العام لجمعية الوفاق بسجين رأي، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، فيما يرفع المواطنون صور سلمان في تظاهراتهم اليومية وفي شتى المناسبات. في الوقت نفسه يعجز النظام عن إدانته بأي تهمة. اليوم الشعب متقدم في الجانب الحقوقي وفي الجانب الإعلامي وفي الجانب السياسي وفي جانب إحقاق العدالة. إذا ما قدر إحقاق العدالة في محاكم البحرين نتيجة إلى ألف باء جيم من أسباب، يستطيع أن يفرض هذه العدالة في المحاكم الدولية. وقد أضيفت للتهم السابقة تهمة التخابر مع قطر، وعقدت الجلسة الأخيرة قبل أيام من دون أن تثبت المحكمة الخليفية أي شيء، فيما يستمر الشيخ علي سلمان في صموده وهو داخل أروقة القضاء المسيس، وبدل أن يحاكمه الخليفيون بتهم كيدية يترافع الشيخ بحزمة من الحقائق ويطوق حجج الخليفيين، فتلجأ المحكمة للتأجيل تلو التأجيل. إجراءاتكم على ظهور المعتقلين، إجراءاتكم في التحرش بالحرائر تؤكد وتثبت فقد حكومتكم وهذا السيستم للمشروعية، فمشروعيتكم مجرد بندقية ودبابة. ويؤكد البحرانيون على أحقية تقرير المصير خصوصا، وأن النظام الخليفي لم يدع أي مجال للشك بأنه غير صالح للتعايش مع الشعب البحراني المتمدن، فضلا عن عدم صلاحية الخليفيين لحكم البلاد.